عطر ريمبر مي من أطياب الشيخ، عطر خيال. أمس رحنا، هذا هو أمس وصل لي قبل أروح الإيفنت، الحفل مال الانطلاقة، عطر ريمبر مي. قلت أصوره، بعدها قلت لا أروح هناك أصوره، عشان يعني كذي تو طالع نازل، لأن أمس هو نازل في المحل والأجواء المحل أمس بس كلها عنا، يعني حتى ما سولفنا عن عطور ثانية، لأن بس حاطين ريمبر مي من العطور الجميلة. يعني أنصحكم أنكم تروحون أطياب الشيخ وتشمونه، وايد حلو ريمبر مي، وايد حلو. وانت تعرفون مكوناته، كل اللي عليكم تشون البوتيك راح تلاقون المكونات كلها مكتوبة هني، موجود فيه. أنا أي شيء فيه عنبر أعشقه، أحبه، العنبر والليذر من أحبهم.